النقطة بس المهمة في الموضوع ده كله، الناس اللي في الكهرباء في الفيوم، ناس العظماء المحترمين اللي موجودين على مكاتبهم هناك، اللي نزلوا الناس راحوا زي ما حضراتكم شايفين لموا الكابلات اللي كانت مرمية في الشارع. هو دكتور أيمن بيقول نوعي ولادنا، احنا طبعا لازم نوعي ولادنا ان ما ينفعش حد ماشي يلعب بالكهرباء ولا يروح عند الكهرباء، لكن الكهرباء بقى لما تكون هي اللي جاية له، يعني لما تكون كابلات الكهرباء هي اللي مفتوحة في الشارع، هي المرمية في الشارع، يبقى ايه؟ نوعيهم نقول لهم ايه؟ احنا نفسنا لما هتكون ماشي مش واخد بالك تتكعبل في كابل ولا في اي حاجة. ففي حاجة كده فيها قصور، وهو دكتور أيمن أول ما دخل راجل محترم قال احنا في تقصير في الجزء ده. التقصير ده لازم يكون في ناس متحملة مسؤوليته. ما ينفعش تقصير نقول تقصير، في تقصير تمام، طب ما التقصير ده هيستمر وهيتكرر وهيزيد وهيبقى في مصايب أكبر لو ما تمش ردع التقصير ده. فلما نتكلم توصل الموضوع ان انت تتكلم في الاعلام فيروحوا يلموا الكابلات ويدخلوها، ما فيش اي تصرف تاني، كشك كهرباء على سور مدرسه، متعلق على سور مدرسه، طبعا فكر برضو ده فكر مختلف، لكن ان هو محطوط بالشكل ده فالباب هيتفتح تاني فالكابلات هتطلع تاني. طبعا المنظر اللي احنا شايفينه مع حضراتكم ده على سور المدرسه موجود على سور مدارس تانية وعلى أماكن تانية وبجوار مناطق تانية، والناس قالوا وبعتوا لنا الناس اللي في مركز سنورس المجموع الكبير اللي هناك قالوا إن إحنا عندنا مشاكل مع أكشاك الكهرباء، عندنا مشاكل مع أطفالنا، في حالة من 2015 ودي حالة في 2017. سيد وزير الكهرباء والدكتور أيمن حمزة المتحدث قالوا إنه إن شاء الله هيكون في تواصل، بالامس تواصل معنا كمان دكتور ايمن ومكتب السيد الوزير قالوا انه في تواصل مع اسره الطفل، ان شاء الله بكره او بعده هنشوف الامور اللي وصلت لفين وهيكونوا معانا على التليفون. بنتكلم التعويض ده حقهم القانوني تمام، لكن احنا بنتكلم في تفاصيل كتير جدا ما قبل التعويض، في اجراءات كتير وفي مصاريف كتير وفي التزامات كتير وفي ازمات عدت عليهم عشان يقدروا يوصلوا الطفل شادي للعلاج، والحال مش في احسن حال. ف المطلوب ان يكون في نظره انسانيه محترمه اولا، وده حقهم، حقهم، محدش بيعمل واجب معاهم، ده حق اي حد يحصل له كارثه بالشكل ده. احنا في دوله بترجع الحقوق وفي دوله قانون، ونحترم القانون وكمان الانسانيه قبل القانون والرحمه قبل القانون. فبعين الانسانيه والرحمه والحقوق والقانون وزاره الكهرباء هتتواصل مع اسره الطفل الشادي يكون في استجابه ان شاء الله ويتحل الموضوع. طبعا ما فقد لا يعود، خلاص احنا عندنا ازمه والازمه دي مسارها القانون، لكن في اجراءات انسانيه قبل الموضوع ده، وهيكون في تواصل وان شاء الله هيكونوا معانا على التليفون نفهم الامور وصلت لفين. وبنشكر السيد الوزير والدكتور ايمن حمزه على التجاوب، والاهم من ده حساب المقصرين هناك، والاهم والاهم المحولات اللي هناك هنكون في متابعه فيها ان شاء الله الاسبوع ده، وتواصل مع كل الناس اللي بعتت لنا متضرره من المحولات اللي هناك، هنعرف المحولات دي حصل فيها ايه الاسبوع ده. الكلام ده بقى موجه للناس بتاعه الفيوم. نروح مع حضراتكم لحاجه تانية و